لا تزال كوادر مستشفى سامراء العام تعمل بكافة طاقاتها وكافة جهوزيتها لمواجهة فيروس كورونا، حيث بالرغم من حظر التجول المفروض على مدينة سامراء إلا أن الكوادر ملتزمة بالعمل في أماكنها، ولا تزال الطوارئ تستقبل أكثر من 150 مراجع يوميا. كذلك ردهات العمليات لا تزال تعمل للحالات الطارئة، وصالة الولادة أيضا تعمل بكافة طاقتها، وكذلك الردهات تستقبل المرضى للحالات التي تحتاج دخول إلى مستشفى سامراء. هذا فيما يخص العمل المستشفى. فيما يخص ردهة العزل، لدينا حاليا 7 مرضى مشتبه بإصابتهم بالفيروس، أرسلت تحاليلهم إلى مختبر الصحة المركزي وبانتظار النتائج. ونود أن نذكر لأهالينا الكرام أنه لحد الآن لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في مدينة سامراء أو في محافظة صلاح الدين. حقيقة مواطنينا الأعزاء، يعني لحد هذه اللحظة لا يستطيع التفريق بين ما هو حالة باردة وما هو حالة طارئة. هذا ما نشدد به على أخواننا المواطنين، أنه أغلب المستشفيات هي البؤرة الحقيقية لانتشار الأمراض. لذلك نشدد مرة أخرى على أن المستشفى هي فقط للحالات الطارئة في الفترة الحالية.